في حادثة مروعة وأمام حشد من الأطفال، أقدم قيادي حوثي في مديرية سفيان بمحافظة عمران بقتل طفل بدم بارد أثناء تواجده في فعالية دعت لها الجماعة الحوثية الأربعاء الماضي. وكشف مقطع فيديو تداوله ناشطون مقتل الطفل نشطان أحمد الأشول من أبناء قرية ذو صيفان بمديرية سفيان برصاص قيادي حوثي يدعى بدر علي صبيحي أثناء محاولته الحصول على شعار خلال فعالية نظمتها الميليشيا الحوثية باسم فلسطين. وحسب مصادر محلية أكدت أن الطفل فارق الحياة على الفور بعد تلقيه طلقة نارية من مسافة الصفر، بينما واصلت الميليشيا فعالياتها دون اتخاذ أي إجراء بحق المجرم حتى اليوم. اثنين ليه